السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرابزون 27/12/2020، أجواء جميلة جدا. الآن نحن في فصل الشتاء والجو قمة في الروعة، الشمس ما شاء الله دافئة والسماء زرقاء ما شاء الله. درجة الحرارة تقريبا 15 13 بهذه الحدود. هذه المياه تصب البحر مثل ما احنا شايفين، البحر الأسود ما شاء الله. طبعا هذا المجمع السكني اسمه مجمع توكي، موجود في مدينة طرابزون منطقة يومرة، مكان رائع جدا محاط بالجبال ومخدم بكافة الخدمات. مدينة طرابزون غنية بالأشجار بكثافة، لذلك تقطع هذه الأشجار وتستخدم للتدفئة في فصل الشتاء. وهناك بعض الأبنية تستخدم الفحم لتدفئة الأبنية بتقنية الكاليفري. طبعا يومي السبت والأحد يكون الخروج من المنزل ممنوع لمواجهة فيروس كورونا، لكن يسمح بالخروج بالقرب من المنزل كما فعلنا نحن اليوم. خرجنا من المنزل بهذا الجو المغري حقيقة الذي يشجع على الخروج، ولم يقتصر خروجنا على الجلوس والاستمتاع بالشمس، بل حبينا نسوي شوي ومنقل بهذا الجو الجميل. أجواء حقيقة حبيت أشارككم بهذه الأجواء، وإن شاء الله كل يوم راح أنزل فيديو خاص عن الأجواء في طرابزون بشكل يومي، فيديو قصير ومبسط ومختصر. لا تنسونا من دعمكم لهذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.